ماذا عن جذر القرود؟ ما هي العلاقة بين هذا الفيروس وبين ممارسة الفاحشة التي حرمها الله؟ لماذا العلماء يخفون حقيقة هذا الفيروس؟ إذن النبي تنبأ بظهور أمراض وأوجاع وأوبئة جديدة إذا استمر الإنسان بممارسة هذه الفاحشة علنا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ماذا عن جذر القرود؟ وهل القرود لها علاقة أصلا بهذا الفيروس المميت؟ ماذا عن من يسمون أنفسهم بالمثليين، وهي التي سماها القرآن بفاحشة قوم لوط؟ ما هي العلاقة بين هذا الفيروس وبين ممارسة الفاحشة التي حرمها الله؟ ماذا عن حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي حذر هؤلاء الشاذين جنسيا، بل وتنبأ بهم وتنبأ بزواجهم، ما يسمى بزواج المثليين؟ ماذا تقول الإحصائيات الحديثة؟ ماذا عن الأمراض المنقولة جنسيا التي تفتك بالعالم اليوم؟ لماذا العلماء يخفون حقيقة هذا الفيروس؟ سوف نتأمل اليوم كل هذه المواضيع أحبتي في الله بشكل علمي وحيادي، وهدفنا النصيحة فقط، هدفنا أن نبين للناس حقيقة الأمر بشكل علمي بحت. أحبتي في الله، هذا الفيروس هو فيروس عادي موجود في بعض مناطق أفريقيا، اكتشف قبل 60 أو 70 عاما على ما أعتقد، يعني منذ فترة قصيرة، وهو ينتقل بين بعض الحيوانات إلى البشر. أحيانا يموت واحد من كل 10، أحيانا يتم إنقاذ الجميع ممن يصابون، وهكذا. هذا الوضع طبيعي. تم عقد مهرجان في إسبانيا، وهذه المهرجانات التي تسمى مهرجانات المثليين تعقد في أماكن متعددة من العالم، مثل إسرائيل التي تروج كثيرا لهذا الأمر، مثل بريطانيا، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى. وللأسف يريد البعض أن يصدر لنا في عالمنا الإسلامي هذه الأوبئة. دعوني أتعرف معكم على حقيقة انتشار هذا الفيروس. أحبتي في الله، مثل هذه المهرجانات يجتمع فيها عدد كبير من عشرات الدول من الشاذين جنسيا الذين يمارسون الجنس رجل مع رجل، يمارس هذا الجنس في مكان القذارة ومكان البكتيريا الضارة والمكان الذي تخرج منه الفضلات، وهو أمر غير طبيعي وأمر ضار تماما. يعني أنا أتذكر كل سنة الأمم المتحدة تطلق تحذيرا بالنسبة للشاذين جنسيا، أن الأمراض المنقولة جنسيا STD اختصارا، يعني الأمراض المنقولة جنسيا، تنتشر بشكل عنيف بين الشاذين جنسيا. وآخر إحصائية تقول إن سرطان الشرج ينتشر بين الشاذين جنسيا أكثر 17 ضعفا من الوضع الطبيعي. 17 ضعف، يعني 1700%. منذ عام 2015 تضاعفت أعداد الذين يصابون بمرض الزهري والكلاميديا وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا. السبب هو إباحة زواج المثليين، إباحة وحماية من يمارس هذه الفاحشة في هذه الدول الغربية. النبي حذرهم
وحذرنا وحذر كل البشر قبل 14 قرنا، وتوعد أن كل من ينشر الفاحشة حتى يعلم بها تصبح علنية، يعني أي أنها منتشرة كثيرا، إلا فشى فيهم الطاعون. والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذن النبي يتنبأ بظهور أمراض وأوجاع وأوبئة جديدة إذا استمر الإنسان بممارسة هذه الفاحشة علنا. طب هذا التحذير جاءنا قبل 1400 سنة، والنبي أعطانا نبوءة أخرى أيضا جميلة جدا ونحن نراها اليوم على الواقع. نسبة الذين يمارسون الجنس، يعني أن يكتفي رجل برجل أو امرأة بامرأة في ممارسة الجنس، نسبة كبيرة جدا أحبتي في الله، تتجاوز 10%. حتى إن إحدى دوائر باريس تم تسجيل حالات زواج 13% للمثليين. ممارسة الفاحشة أكبر بكثير من هذه النسبة، هذه النسبة الرسمية التي يوثق فيها رجل مع رجل عقد زواج في المحكمة. لاحظتم أحبتي في الله؟ فهذا الشذوذ يتم حمايته من النظام العالمي الجديد، يتم الترويج له. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أمارات الساعة وعلامات الساعة وأشراط الساعة ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. رجل يكتفي برجل ويهجر النساء، تماما مثل قوم لوط الذين أهلكهم الله وقلب فيهم الأرض، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. من الأخبار التي يعني شكلت ترند في الأيام الماضية، فرنسا وهي رمز الحرية ورمز حرية التعبير، أحد اللاعبين لاعبي كرة القدم من المشاهير لديهم لم يرتدي قميصا مرسوم عليه علم المثليين للترويج لهم أو شعار يتعلق بالمثليين. الرجل لم يعترض حقيقة ولم يرفض ولم ينصح ولم يحذر ولم يقل لهم اتقوا الله ولم يقل لهم أنا أعترض على القانون الفرنسي الذي يبيح زواج المثليين ولم يقل أي شيء، هو فقط رفض أن يرتدي قميص. يعني السلوك بسيط جدا، أبسط مما نتصور. وسائل الإعلام شنت عليه هجوما وتم تحويله للتحقيق، ويمكن أن يتم طرده لأنه يعترض على الفاحشة. هل تذكرون حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا أنه سيأتي زمان على الناس يقوم الرجل فيفترش المرأة في الشارع فيكون خيارهم يومئذ؟ من خيارهم؟ ليس من يقول له اتق الله أو هذا حرام أو أنت تضر نفسك أو لا تفعل هذا الأمر، لا، يقول له: لو واريتها وراء الحائط. يعني يقول له، يعني هو لا يعترض ولا ينبه ولا يحذر ولا يعنف، هو فقط يقول له: يا أخي، يعني هذا الشارع للمرور، إذا أردت أن تمارس وراء هذا الحائط. هذا خيار الناس. تصور أحبتي فلا تصوروا، يعني سيأتي زمان لن تجد فيه من ينبه الناس للشر، وهذا من علامات الساعة، لأن الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا على شرار الخلق. طيب، فرنسا بالأمس كانت تقول: أنا سأحمي حرية التعبير إذا قام أحد برسم
صورة مشوهة لتشويه صورة النبي، وهم لا يستطيعون أن هم يشوهون أنفسهم. لا يستطيع أحد في الكون أن يشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صورته مشرقة ومشرفة. ولكن هذه محاولات يستفزون بها المسلمين فقط. فرنسا تقول نحن سنحمي حرية التعبير. طيب، عندما جاء هذا اللاعب ورفض أن يرتدي هذا القميص، لماذا لم تحموا حرية التعبير؟ ما هذا الكذب؟ ما هذا الخداع؟ ما هذا الغش للناس؟ نحن نريد أحبتي في الله أن نتحدث بشكل علمي، لنضع الأديان جانبا ونتحدث بلغة العلم. علماء فرنسا ماذا يقولون؟ علماء فرنسا أنفسهم في إحصائيات حديثة يقولون إن الأمراض المنقولة جنسيا تتزايد باستمرار بسبب الشذوذ الجنسي. هم يقولون ذلك ولسنا نحن. طيب، نحن ننقل هذا الكلام فقط. منظمة الأمم المتحدة أحبتي في الله أصدرت تحذيرا قبل يومين أو ثلاثة فقط من تاريخ تسجيل هذه الحلقة للشاذين جنسيا. والله أنا توقعت عندما قرأت عنوان التحذير، توقعت أنهم سيقولون لهذا الشاذ انتبه، يجب أن تبتعد عن الشذوذ الجنسي لأنك ستدمر نفسك بجدر القرود. طبعا جدر القرود القرد بريء منه، يعني هو فيروس أحبتي في الله يصيب عدد من الكائنات مثل الكلاب، السناجب، بعض الكائنات الحية، منها من يتأثر ومنها ما لا يتأثر، ولكن هذا الفيروس لديه قدرة على الانتقال باتجاه البشر، وهو الآن يستهدف المثليين. طيب لماذا أنا أقول ذلك؟ قد يقول قائل أنت تظلم هؤلاء المثليين. أخي الحبيب، افتح أنت على موقع الأمم المتحدة وموقع وكالات الأنباء في بريطانيا وفي إسبانيا وانظر ماذا يقولون. في بريطانيا صدر تقرير قبل أيام يقول إن ثلثي من تم اكتشاف فيروس جدر القرود عندهم هم من الشاذين جنسيا. ثلثي من تم اكتشاف هذا الفيروس لديهم شاذون جنسيا. في إسبانيا الآن قبل قليل كنت أقرأ مقالة بعنوان أن جدر القرود اكتشف أساسا في أماكن المساجات الخاصة بممارسة الجنس بين الرجال. وكأن هذا الفيروس أنا أراه سبحان الله مسلط على هؤلاء، مسلط من الله، هو جند من جنود الله سلط عليهم ليحذرهم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا نوع من العذاب. طيب، التحذير الذي أطلقته الأمم المتحدة كنت أظن أنها ستحذر هؤلاء الشاذين أن يمتنعوا عن هذه الفواحش، أن يتوقفوا عنها ولو مؤقتا يعني، ولكن هذا لم يحدث. هي نصحتهم بتلقي اللقاحات اللازمة. طيب أنت مرض مدمر، بالله عليكم أحبتي في الله استخدموا العقل. يعني اليوم ما يسمى بالعلم الحديث، يعني تجد تصريحات لعلماء أشبه بمجانين. أنا لدي مرض يفتك اليوم أو متوقع أن يفتك بالعالم، وقد يذهب ضحيته آلاف الأبرياء، لأن هذا المرض ينتقل بطرق أخرى، ولكن الطريقة الرئيسية لتكاثره وانتشاره هو الجنس الجماعي والشذوذ الجنسي وغير ذلك. طيب، بدلا من أن تنبه الناس تقول لهذا الشاذ جنسيا اتخذ الاحتياطات، البس الواقي الذكري أو الواقي المشعر لا أعرف ماذا،
حاول أن تقوم بفحوصات دورية، إذا ظهر طفح جلدي طبعا من أعراض هذا الفيروس أنه تظهر بقع وفقاعات هنا على الجلد، أعاذنا الله وإياكم منه. إذا ظهر طفح جلدي فسارع للفور لإجراء الفحوصات وأخذ الأدوية. طب يا أخي قل له امتنع وانتهينا. يعني مركز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC في أمريكا، وهو شهير جدا وهو مصدر رئيسي لهذه الإحصائيات، يقول في عام 2015 كان هناك في أمريكا 2 مليون إصابة بأمراض الكلاميديا والسيلان والزهري والسفلس، 2 مليون. في عام 2020 أو 21 أصبح العدد 2.6 مليون للإصابات السنوية، هذا كل سنة. مجموع الإصابات الجنسية فقط في أمريكا 20 مليون إصابة جديدة سنويا، مجموعها كل الأمراض. في 2017 نشرت إحدى المجلات العالمية، وهذا البحث منشور على كل وكالات الأنباء، عدد المصابين بأمراض منقولة جنسيا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية 110 مليون، والدراسة تقول هو في ازدياد هذا العدد. طيب ماذا تريدون؟ تريدون تدمير العالم؟ طيب يا أخي أنتم تهاجمون الإسلام وتهاجمون النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، وتقولون هو يدعو للعنف والإرهاب والكذا. طيب بالله عليكم أنا أريد الآن أن أعمل مقارنة بين ما يسمى بالعلم الحديث ومنظمة الأمم المتحدة ومراكز السيطرة على الأمراض والجامعات العالمية اليوم والعلم الحديث، ما يسمى بالعلم الحديث، وبين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي قالها قبل أكثر من 1400 سنة. طيب عندما نجد أن كل العلماء يجمعون على أنه من الأفضل للإنسان إذا أراد أن يتقي شر الأمراض المنقولة جنسيا أن يكتفي بزوجة أو شخص واحد، يكتفي بإنسانة واحدة، ليس ذكر مع ذكر، لا، ذكر مع أنثى، سيتجنب تماما الإصابة بهذه الأمراض. هم يقولون ذلك. طيب عندما يقدمون نصائح يقولون تستطيع أن تمارس الجنس وتحمل المسؤولية، وبعد أن تصاب تعال لنعالجك ونأخذ أموالك. هذه هي المعادلة، هذا كلام العلم الحديث. كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل يريد أن يزني، قال أترضاه لأمك؟ ترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ فحرم النبي تماما كل أنواع الشذوذ الجنسي وممارسة الجنس خارج إطار الزواج. القرآن العظيم قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لم يقل لا تزنوا، لا تنام مع فلانة، لا، قال ولا تقربوا، ولا تقربوا يعني لا تقرب البحر، خليك بعيد عنه قد تغرق. أعطاك حل عملي بسيط مجاني غير مكلف وانتهينا. طيب لماذا هم يشجعون على الشذوذ الجنسي ويعاقبون من يرفض، مثل هذا اللاعب الفرنسي تتم معاقبته فقط لأنه يعني رفض ارتداء قميص عليه الشعر مثلي؟ طيب يقولون أنتم تحرضون على المثليين، تقفون ضدهم. طيب بالله عليك خذ هذا المثال أخي الحبيب، رجل أعمى يتقدم الآن باتجاه البحر قد يغرق،
هل أتركه وأقول له عندما تغرق اتصل معنا وسننقذك، أم أخذ بيده إلى الطريق الصحيح لأحميه من الغرق؟ هذا أبسط مثال. الشاب الذي يمارس الجنس مع شاب آخر هو مثل الأعمى، لا يرى، لا يعرف ما الذي سيحدث، لو عرف لم يقترب، لا يعرف أن هناك فيروسات وبكتيريا عنيفة جدا متخصصة بالشاذين جنسيا، وأنها قد تؤدي إلى آلام خطيرة وقد تنتهي بالموت. هل نتركه لمصيره أم نقول له انظر هذا هو الطريق الصحيح؟ هذا ما فعله القرآن. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبيل سيء، طريق سيء. السبيل هو الطريق، يعني أسوأ طريق يمكن أن تسير به هو طريق الزنا. طيب في آية أخرى ماذا قال الله تعالى؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهناك موضوع آخر أحب أن أنبه عليه أيها الأحبة، أن فيروس جدري القرود، طبعا القرود ليس لها علاقة به كما قلنا، هو تم استخدام هذا الاسم العلمي لتمييزه عن بقية الفيروسات، هو اسم علمي فقط. يعني هذا الفيروس يستهدف الشاذين جنسيا بالدرجة الأولى، ومن يسمون ثنائي الجنس، يعني يمارس الجنس مع رجل ومع امرأة. طيب هذا الفيروس هو جندي من جنود الله مسخر لضرب هؤلاء الشاذين. أنا إذا أردت أن أتعاطف مع إنسان شاذ جنسيا ماذا أفعل؟ أنبهه إلى مخاطر هذا العمل، هذا أبسط حق لهذا الشخص علي وعلى غيري. نحن الآن نرى على علب السجائر تحذير أن الدخان يسبب السرطان ويسبب سرطان الفم واللسان وسرطان الرئة وسرطان الأمعاء وإلى آخره، وتجد أنهم يضعون صور مقززة. طيب هل نستطيع أن نقول أنهم يقفون ضد المدخنين؟ التدخين موجود، لم يمنعك أحد، والشذوذ موجود تستطيع أن تقوم به، لا أحد يستطيع أن يمنع آخر من القيام بأي شيء اليوم يعني. ولكن أنت ينبغي أن تنبه هذا الشخص، إذا كان هناك شخص كما قلت لكم أعمى يسير باتجاه حفرة، إذا تركته يسقط فهذه قمة اللا إنسانية. إذا كان لديك ذرة من الإنسانية يجب أن تأخذ بيده إلى الطريق الصحيح. وبالتالي بالنسبة لفرنسا التي تشجع المثليين، طيب تشجعهم على ماذا؟ لكي يصابوا بمزيد من الأمراض المدمرة. نحن تحدثنا عن دراسات أيها الأحبة تقول إن العنف المنزلي يكون في أشد حالاته عندما يتزوج رجل مع رجل، وهو ليس بزواج، يعني هي كلمة يقولونها هكذا خادعة، عندما يمارس رجل مع رجل الشذوذ ويعيشان معا في غرفة واحدة وينامان معا إلى آخره، أقصى أنواع العنف المنزلي تكون بينهما. كل علماء الأرض يؤكدون أن المكان الذي يمارس فيه الجنس غير مخصص لذلك، الطبيعة لم تخصصه لذلك، يعني بالنسبة للعلماء الذين يؤمنون بالطبيعة وأن الطبيعة هي التي شكلت هذا العالم وخلقت الإنسان كذا، نقول لهم الطبيعة لم تهيئ هذا المكان
لممارسة الفاحشة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. شبه المرأة وكأنها أرض تريد أن تزرع فيها أفضل ما لديك لتجني أفضل الثمار. نبهك إلى أن الهدف من الزواج هو الذرية الصالحة وليس فقط المتعة. نحن متى كثرت حالات الطلاق أحبتي في الله؟ متى كثرت الأمراض الجنسية؟ متى كثرت المشاكل بين الأزواج؟ عندما نظرنا إلى الزواج نظرة خاطئة. الزواج ليس هدفه الجنس، الجنس هو جزء من عملية الزواج، هدفه استمرار النسل. أما الزواج قضية كبيرة جدا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتمارسوا الجنس، لا لتستمتع بها، لا، قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الهدف هو الحصول على الاستقرار النفسي، السكون، الهدوء. الرجل عندما يعيش مع الرجل لا يمكن أن يحصل أي نوع من الاستقرار النفسي، لأنه يسير عكس الطبيعة. يعني كما قلنا، حتى الذين يؤمنون بنظرية التطور يقولون إن الطبيعة لم تهيئ الرجل ليمارس الفاحشة مع رجل آخر، هيأت الذكر ليمارس مع الأنثى لاستمرار النسل. إذن مهما حاولوا أحبتي في الله لن يستطيعوا أن يقنعوا الناس بهذا الأمر الشذوذ، ومهما فرضوا من إجراءات ومهما. يعني أنا ذات مرة وضعت فيديو قصير عن دراسة للأمم المتحدة تقول إن الأمراض المنقولة جنسيا تكون أكثر ما يمكن بين الشاذين جنسيا. أحد الأمراض 83% بين الشاذين. قمت بوضع هذا الفيديو على اليوتيوب، فتفاجأت أن إدارة اليوتيوب حذفت هذا الفيديو. أنا أنقل دراسة أنتم من وضعها ولسنا نحن. يعني أنا لم آتي بدراسة أجراها الأزهر الشريف أو هيئة الإفتاء في دولة عربية أو دولة إسلامية. أنا آتيكم بدراسة أنتم من قام بها. فقمت بوضع رابط الدراسة في خانة الاعتراض، يعني بعد حذف الفيديو، وقلت لهم كلمتين فقط. قلت هذه دراستكم، فقط كلمتين، ووضعت الرابط. بعد أيام جاءني يعني رسالة وتقول: لقد تم حذف الفيديو عن طريق الخطأ. طيب بالله عليكم، يعني أنا ضحكت وقتها. أنا طبعا لا يهمني فيديو حذف أو لم يحذف، يعني نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتولى نشر هذا العلم. ولكن الذي أضحكني يعني أنهم متناقضون، يقولون الجنس الشرجي والجنس الفموي يدمر الإنسان وينشر الأمراض، ثم يقولون لا تنتقدوا الشاذ الجنسي. ما أنتم تقولون الشيء وعكسه. تقولون الحقيقة وعكسها تماما. يعني هناك موضوع ما يسمى بالجنس الفموي، يعني أنا وجدت إحصائيات مرعبة عنه. يعني أن يتم ممارسة هذا النوع من خلال يعني الفم، ومن خلال يعني أن يقترب الفم من أعضاء الجنسية مثل الشرج أو كذا أو كذا، ويقوم ب يعني كما يظن الناس أنه استمتاع. وحقيقة هذا الأمر يجب أن تصدر فتوى فيه،
تحرم هذا النوع، وأنا طبعا لا أفتي، ولكن الحقائق العلمية تقول إنه ضار ويسبب بعض أنواع السرطان وينقل بكتيريا ضارة جدا، يعني هو مؤذي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. لذلك يعني أنا رأيت بعض الفتاوى تحلل هذا النوع من بين الزوج والزوجة يعني، ولكن حسب الدراسات التي رأيتها رأيت أن هناك ضررا كبيرا سيقع على أحد الزوجين، ما يسمى بالجنس الفموي. فلذلك أنا أحب أن أحذر أحبتي في الله يعني من هذا النوع من أنواع الجنس، وأن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، أن نقتدي بهذا النبي الكريم، أن يعني كما قالت أم المؤمنين عائشة يعني أعطتنا تعبيرا رائعا عندما قالت لم يرى مني ولم أرى منه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى في علاقاته الزوجية كان مهذبا، كان حييا، والحياء من الإيمان. لذلك أحبتي في الله سألخص هذا اللقاء في نقاط محددة. الزواج هو الحل لمشاكل الشباب ومشاكل العصر. أكثر عملية آمنة تقيق شر الأمراض المنقولة جنسيا هو الزواج، أن تكون علاقة بين رجل وزوجتي، ليس فيها زنا، ليس فيها تعدد، ليس فيها أقصد التعدد الفاحشة يعني، ليس فيها خيانة زوجية. هذه هي العلاقة التي أمرنا الله بها والعلم يؤيدها. النقطة الثانية، ما يتعلق بجدر القرود، يتخوف العالم اليوم أن يتحول إلى وباء، وعلاجه سهل، علاجه سهل جدا أحبتي في الله، أن يتوقف الإعلام العالمي عن حماية الشاذين والترويج لهم. هو لا يحميهم طبعا، هو يدمرهم. إذا أراد أن يحميهم يجب أن يبعدهم عن شر هذه الفاحشة. يجب أن تتوقف هذه الإعلانات وهذا الترويج للمثلية الجنسية وهذه المهرجانات. يعني نحن في بداية وباء كورونا، يعني حتى منع الناس من دخول المسجد، حتى المساجد التي هي أطهر البقاع على الأرض منع الناس. طب الآن هذا الجدري وهذا الفيروس الذي ينتشر بسهولة بين الشاذين جنسيا، يجب أن يكون هناك من ينبه هؤلاء التوقف على مستوى العالم طبعا، وإلا سيأتي البلاء إلينا هنا ونحن لا نشعر. يجب أن نحذر أنفسنا ومن حولنا. الشيء الثاني أيها الأحبة، القضية الثانية، يجب أن نستفيد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت في بداية 2020 عندما بدأ وباء كورونا يغزو العالم، قلت لو أن دولة مثل الصين طبقت الأمر النبوي الذي يقول عن الطاعون عندما يتفشى في بلد، إذا ظهر في بلد فلا تدخل إليها، وإذا ظهر فلا تخرج فرارا منه. هذا هو الحجر الصحي، لا تدخل ولا تخرج. الذي فعلته الصين عكس ذلك تماما. عندما بدأ الوباء أسرعت طائرات من دول العالم لتأخذ رعاياها، ونشروا المرض حول العالم، لم يلتزموا بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام أيضا ورد على مجلة نيوزويك لباحث أمريكي كريغ، اسمه البروفيسور كريغ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة رايس الأمريكية، وضع هذه المقالة وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام محمد، وهو مسيحي كاثوليكي ليس مسلم على فكرة، قال إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من حذر ووضع أساسا للوقاية من كورونا. الآن النبي أعطانا نصيحة وأعطانا أمرا نبويا، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، والفاحشة بكل أنواعها،
حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. فيروس جدري القرود هو نوع من أنواع الطاعون، يطعن الإنسان يقتله وينتشر بسهولة بين الناس. إذا التزمنا بتحذير النبي عليه الصلاة والسلام سوف نقضي على هذا المرض، لا يوجد حل آخر مهما حاول العلماء من إجراءات ومن تحذيرات ومن لقاحات ومن احتياطات لن ينجح. يجب أن تتوقف هذه الفاحشة وأن يتم التحذير منها، وعلى الأقل في عالمنا الإسلامي يجب أن نحذر منها الشباب بخاصة. من كان لديه ولو ذرة تفكير بهذا النوع من الشذوذ فليبتعد، خوفا من الله أولا، خوفا من الله وحفاظا على نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا ونساءنا وأن يجنبنا هذه الأوبئة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.